السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا فاطمة القط مطبخ فاطمة، والنهاردة احنا هنعمل ان شاء الله يا حبايبي، عاملين ايه الاول؟ وحشتوني وحشتوني قوي قوي، ربنا يبارك فيكم يا رب. النهارده هنعمل تخزين المانجا. انا جبت مانجا عشان عارفه اللي هي هتغلى وماشيه خلاص، اصلا المانجا ماشيه، فقلت اجيب 5 كيلو اخزنهم في الفريزر ينفعوا ايه لرمضان اللي جاي او لاي حاجه، عصاير اي حاجه. بص يا حبايبي، مانجا زي الفل، ازاي زي الفل، ازاي جميله، ازاي اهي جبته من عند واحد هنا جنبينا، حبيبي اسمه محمد، محترم جدا بتاع فاكهه. جبت منه المانجا اهي، انا بمسحها كده ما بتتغسلش عشان الميه غلط، يعني مسح مسحه حلوه. طبعا هتتكيس بالايه، بال الله من... اللي هو الورق الفويل دوا، اللي هو الاستريتش دوا، هتتكيس بيه. نعمل لكم واحده واحده، بس الاول نطلع المانجا اللي في الكيس دي. بص المانجايه جميله ازاي، تفتح النفس. حلوه يا فاطمه، بص المانجايه شكلها، والله ما عايزه اقول لكم طعمها الصراحه. بص انا فتحت واحده زي العسل اهي، بص يا فاطمه طعمها زي العسل، ما شاء اتفضلوا معايا، والله جايبه لكم اهو عشان ناكل كلنا مع بعض. انا جبت كميه عشان انا عازمكم عليها. بص المانجا زي القشطه، حلوه وجميله وايه، تعرفين المانجا مفيده وجميله، فيها فيتامينات، فيها كل حاجة، فيها فيتامين سي، فيها فيتامينات. المانجا اصلا حاجة جميلة، بس كترها بتبقى ملاح معروفة اصلا. بص المانجا 5 كيلو، الصراحة من اهلي كويس عشان هو عارفني، ربنا يبارك له. بص المانجا الصراحة انا قلت له انت بتنقيها حلو، طلعت والله بتنقيها وجميلة وزي العسل. طبعا هي ناشفة شوية عشان دي تخزين، مش مانجا تتاكل على طول، لا تخزين. كيس فيدي كده حلو قوي ما شاء الله، التومه. تعالي يا فاطمه، طبعا فاطمه كل الاطفال بيحبوا المانجا طبعا، صح يا فاطمه ولا لا؟ اكيد طبعا. شفت المانجا وحلاوتها اهي، طبعا هنكيسها بقى ازاي، واقول لكم تحطها في الفريزر من غير ولا كيس ولا اي حاجه. بص هنعمل ايه بقى، بص يا فاطمه هنجيب كده ها المنجايه، هنستريتش، نعملها استريتش جامد قوي كده ها، بصوا كده تتقفل كده بالاستريتش. ما تخلوش حته خالص مفتوحه عشان خالص ايه دي هتتشال في الفريزر اهي اهي اهي، ما شاء الله اهي اتقفلت خالص اهي. بصوا كلها اتقفلت بالاسترتش اهي، بصوا كده، وهشيلها في الفريزر هنا في الكيس في هنا ها، حطها هنا كده واحده واحده، هنعملها نفس الحل دوا. هنجيب واحده تانيه ونجيب الاسترتش على قده، بصوا اهي ما شاء الله بس كده. بصوا واحدة واحدة تقعدوا تعملوا كده عشان خاطر ما يجرالهاش اي حاجة في الفريزر ولا يجرالها اي حاجة، متسفلينة سفلينة سلفانة جميلة. فاطمة بتضحك عليا، ماشي يا ستي. بصوا كده مقفولة ازاي وجميلة ازاي، هتشوها الفريزر كده ها فطومه، ايه رايك؟ مفيش حته باينه، انا بشوف كده حته باينه عشان خاطر ما تبص حته باينه ولا حاجه يا فاطمه. شوف انت خبره شاطره في الثوم. لا ما فيش. طيب حط بشري كده عليا يا فاطمه. المانجا بقى الموسم بتاعها طبعا، كله بقى اللي لا عايز ما فيش يخزن حتى مانجا. بقى وقولوا بكام المانجا دي يا حبايبي، قولي لي بكام خدتها منه. 5 كيلو والله، ب20، ب20 وزي الفل والله. الكيلو كيلو والله العظيم، جايبه الخمسه ب100 جنيه، والله يعتبر رخيصه بس ما شاء الله نضيفه، مانجا نضيفه زي العسل.
دايما الاسترتش بتاعي بيبوظ معايا كده، انا هعمل ايه؟ هو دايما كده بس هعمله ان شاء الله، هنعملها. اللي قادره على التحدي وعلى المواجهه. شفت بنتي بتعمل ايه؟ ها شفت بتعمل ايه يا حبايبي؟ ها مش واخدين بالكم انتوا خالص من بنتي؟ ها بتشوفني بعمل ازاي وبتضحك اهو، بصي بتضحك عليا ازاي يا حبايبي. خلاص دي تبقى خلصت. يب بس انا مفتوح. ما انا لسه ما فتحتش، لسه يا فاطمه. ودي برضك مفتوحه لسه. ودي عايزه حته صغيره هنا. فتقعدوا بقى سالفين كل المانجا اللي احنا جايبينها دي. بس اهي بس، ايه رايك كده؟ بس في حته مفتوحه فين؟ لا شوفي كلها مقفوله حبيبتي، كله مقفول، كله تمام. قفلت كله حتى من ايه؟ وشها. ماشي. بصي فاطمه، ده على طول معلش، بس هو البتاع ده بيبقى معايا غلس، بس ان شاء الله يتعمل. ماما بتكرهه. انا بكرهه جدا الصراحه، بينه وبينكم بيتعلق معايا على طول، معرفش ليه والله. حبوش غلس قوي. اسم الورق اللي هو الاستريتش ده، ياه فويل ده ولا استريتش ولا بطيخ؟ اهو بطيخ. فاطمه كل حاجه بتقولها بطيخ. ماما اتعصبت منه. عصبت وهخلصه ان شاء الله، هي هتاخد وقت بس هنخلصه. بس يلا قفلت اهي، دي مقفوله اهي. مقفوله صح؟ ايوه مقفوله مرتين صح؟ تمام خلاص مقفوله. ما انا عارفه الحته دي مفتوحه. ما انا بقول كده. شاطره يا فاطمه، انت واخده بالك ان شاء الله. لو جه عليها ميه غلط. هو ايه اللي يحصل لو جه عليها ميه؟ هتطرى، تبقى مش حلوه، مش ماسكه نفسها، وهتيجي عليها ميه وتبوظ. ده بيحفظها. المهم نقفلها وخلاص، ما تخليش حاجه ايه في هنا. مشكلتي اللي انا بقفل الحته اللي مفتوحه، هو ده بالك؟ سبحان الله. فاهمه انت يا فاطمه كسبت. خلاص طيب، هنجيلكوا حبايبي عبال ما ايه نسخن كله ونجيلكوا تاني. السلام عليكم ورحمه الله. بصي يا حبايبي انا قفلتها اهي، بص شكلها، بص المانجايه مقفوله خالص اهو بالسلوفان. بص يا حبايبي كده تقعد بقى معاكم بالسنه للسنه براحتكم، طلعوا براحتكم، هي ناشفه اصلا جميله بتاع التخزين. ماشي، هي تتعب شويه السلوتي اللي هو الاسترتش ده، بس الحمد لله بيتعمل. ماشي، المانجا دي والله بعشرين جنيه، 5 كيلو بخمسة بأربعين جنيه، والله زي الفل وريحتها زي العسل. بص انا حتى باكل منها، اتفضلوا معايا، والله زي العسل ما شاء الله عليها، صراحة جميلة. وجبت وانا جاية بلح، البلح ده كان 13 جنيه، نص بستة ونص، بس جميل جدا جدا، حلو اوي البلح ده، فاطمة بتحبه طبعا اهي. وتحطها في الفريزر زي ما هي كده، متسلفنه ومقفوله ولا هيجرالها اي حاجه. كل سنه وانتم طيبين يا حبايبه، مانجا سعيده عليكم يا رب، ربنا يبارك لكم يا رب العالمين. ام فاطمه معاكم في رعايه الله وامنه وربنا يسعدكم ويصلح حالكم يا رب. وبس انا كل سنه نهايه الفيديو، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك الشير
وسبسكرايب. السلام يلا عليكم ورحمة الله مع وبركاته حبايبي. السلامة، سلام يا حبايبي. باي.